المعركة الأولى في تاريخ الإسلام والمسلمين، المعركة اللي قتل فيها كبار كفار قريش واللي منهم أبو جهل. في الفيديو ده هنتكلم عن غزوة بدر الكبرى. لو حابب انك تدعم القناة عن طريق موقع باتريون هتلاقي الرابط تحت الفيديو في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة. مع جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة للإسلام، تم مواجهته بالرفض والعداء من قبل سادة قريش وزعماء مكة، واللي كان على رأسهم أبو جهل، وهو الاسم اللي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على عمرو بن هشام نتيجة عداءه الشديد للإسلام. في الوقت ده بدأ ناس من سكان مدينة يثرب اللي هي المدينة المنورة دلوقتي بالسماع عن الإسلام، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعلنوا إسلامهم، وبدأت الدعوة للإسلام ما تبقاش محصورة في مكة بس. ومع تعرض المسلمين للأذى والتعذيب على إيد كفار قريش، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة من مكة إلى يثرب، واللي مع دخول الرسول ليها أصبح اسمها المدينة المنورة. اضطر المسلمين في مكة للهجرة بدون أخذ أموالهم وثرواتهم معاهم، لأن قريش خيرتهم بين الهجرة أو أموالهم، فاختاروا الهجرة للمدينة استجابة لأوامر الرسول. بعد هجرة المسلمين واستقرارهم في المدينة المنورة، كان المهاجرين بيعانوا من الفقر وقلة الأموال. أما قريش فبعد ما خدت أموال المهاجرين لمكة قررت إن هي تتاجر فيها لصالحها، وجهزت بالأموال دي قافلة تجارية كبيرة. اتحركت القافلة من مكة في اتجاه بلاد الشام للتجارة، وكان بيقودها أبو سفيان. وصلت أخبار تحرك القافلة للمسلمين، فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يخرج مع حوالي 200 جندي من المسلمين لاعتراض القافلة، لكن قدر أبو سفيان إن هو يهرب بالقافلة ويتجنب القوات الإسلامية. فعاد المسلمين للمدينة وقرروا إن هم ينتظروا عودة القافلة من الشام. وفي رحلة عودة القافلة من الشام ومع اقترابها من المدينة، كان الرسول بعت سرية استطلاع لتحديد مكانها، وأمر بسرعة المسلمين بالخروج من المدينة لاعتراض القافلة. لما عرف أبو سفيان إن جيش المسلمين قريب منه، قرر إن هو يبعت ضمضم بن عمرو الغافقي لمكة عشان يبلغ قريش، واللي أول ما دخل مكة قال: الرقيبة الغوث يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه. ومع سماع قريش للكلام ده قرروا إن هم يخرجوا بجيشهم لمحاربة المسلمين. في الوقت ده كان أبو سفيان قدر إن هو يهرب من جيش المسلمين وغير خط سير القافلة لناحية ساحل البحر الأحمر. ولما أصبحت القافلة في مأمن وبعيدة عن جيش المسلمين، بعت أبو سفيان يبلغ قريش بده: أنا رسول أبي سفيان إليكم يخبركم أن العيرة قد نجت ونجا من فيها، وإنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، فارجعوا. لكن أبو جهل قائد جيش المشركين رفض وقال: لا والله، لا نرجع حتى نرد بدرا وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، فامضوا. كان عدد جيش المسلمين 317 جندي، منهم 2 من الفرسان و70 من الهجانة اللي بيمططوا الجمال، وكان عدد جيش المشركين 1000 جندي، منهم 100 فارس و150 من الهجانة. كان جيش المسلمين تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيقود جيش المشركين أبو جهل. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر وصول جيش قريش لمنطقة العدوة القصوى، وكان جيش المسلمين عند العدوة الدنيا. في البداية نزل الرسول والمسلمين بعيد عن مية بئر بدر، لكن واحد من الصحابة وهو الحباب بن المنذر قال للرسول: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فرد على الرسول وقال له: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه وتحرك بالجيش بسرعة لحد ما قرب من مياه بئر بدر، وعمل المسلمين أحواض عشان يشربوا منها. أمر الرسول بردم الأبار التانية اللي موجودة ناحية جيش قريش. وفي الليلة اللي قبل المعركة نزل مطر فاستبشر به المسلمين، وكان الرسول رأى في منامه ليلة المعركة المشركين عددهم قليل، وحكى الرؤية دي على الصحابة فاستبشروا بيها.
وفي يوم 17 رمضان سنة 2 هجريا تبدأ معركة غزوة بدر. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين لثلاث صفوف. الصف الأول من المشاة حملة الرماح لصد هجوم الفرسان، والصف الثاني من رماة الأسهم، والصف الثالث من المشاة العادية. كان شعار المسلمين في المعركة هو أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد. خرج من جيش قريش ثلاث رجال طلبوا المبارزة، وقال واحد منهم يا محمد أخرج لنا أكفى أنا من قومنا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول، وعبيدة بن الحارث، وعلي بن أبي طالب إن هم يخرجوا يبرزوهم. قدر حمزة وعلي وعبيدة إن هم يقتلوا كفار قريش الثلاثة، واللي كان منهم عتبة بن ربيعة، لكن أصيب عبيدة بن الحارث واستشهد بعد كده. ولما شاف جيش قريش ان مبارزيهم التلاتة تم قتلهم، بدأوا بشن هجوم شامل على المسلمين. امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ان هم يثبتوا في اماكنهم. كان جيش المسلمين واخد موقف دفاعي، وكانوا بيرموا جيش قريش بالاسهم زي ما امرهم الرسول. ومع تقدم جيش قريش أمر الرسول المسلمين بالهجوم عليهم، واشتبك الجيشين مع بعض. ومع اشتداد المعركة دعا الرسول بالنصر، وبشر المسلمين وقال لهم إن الله أرسل الملائكة تقاتل معهم. ونزل الرسول يحارب مع المسلمين، وكان ده له أثر كبير في تحفيز المسلمين وتشجيعهم على القتال. وفي وسط المعركة قدر طفلين من الأنصار وهم معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح إن هما يقتحموا صفوف الجيشين ويوصلوا لأبو جهل ويطعنوه بسيوفهم، ورجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبلغوه إن هما قتلوا أبو جهل. أمر الرسول عبد الله بن مسعود بالتأكد من مقتل أبو جهل، فاتجه ابن مسعود للبحث عن أبو جهل في المعركة. ولما وجد ابن مسعود أبو جهل سأله أبو جهل وقال له أخبرني إيمان الدائرة اليوم لله ورسوله وللمسلمين. بعدها وجه ابن مسعود الضربة القاتلة لأبو جهل، ومع مقتل أبو جهل بدأ يحصل اضطراب في صفوف جيش قريش، وبدأت أعداد كبيرة منهم في الهرب والانسحاب. وانتهت معركة غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش. خسر كفار قريش 70 قتيل و70 أسير، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعمائها، واستشهد من المسلمين 14 من الصحابة. تعتبر غزوة بدر الكبرى أول معركة حقيقية يخوضها المسلمين بعد هجرتهم للمدينة وتأسيس الدولة الإسلامية تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من نتائج غزوة بدر تقوية شوكة المسلمين، وأصبحوا مرهوبين في المدينة والمنطقة اللي حواليها، وأصبح للدولة الإسلامية الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد. وبكده انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي بالغنائم اللي حصلوا عليها بعد بؤس وفقر شديد. أما نتائج غزوة بدر بالنسبة لقريش فكانت خسارة فادحة، فقتل فيها أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء قريش، واللي كانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأس، وأكثرهم عداء للإسلام. لكن يا ترى إيه اللي ممكن نستفيده من غزوة بدر؟ حاجات كتير. أول حاجة طاعة الله والرسول، فزي ما شفنا المسلمين اتبعوا الرسول وخاضوا معاه المعركة على الرغم من إن هم ما كانوش عارفين إن هم رايحين يحاربوا. تاني حاجة الشورى، فالرسول شاور الصحابة ثلاث مرات قبل وبعد غزوة بدر، فشاورهم يحاربوا الكفار ولا لأ، وده بعد ما تبين ليهم الموقف الصعب اللي بقوا فيه، وخد برأي أغلبهم إن هم يحاربوا، وشاورهم يعمل إيه في الأسرة، وأخد برأي سيدنا أبو بكر الصديق، لجانب حرية الرأي لما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع لمشورة الحباب بن المنذر، لما أشار عليه إن هم يعسكروا بالقرب من بئر بدر. ومش بس الرسول سمعه، لا ده كمان عمل بكلامه. تالت حاجة ان مش مهم كم عدد اتباع عقيدة او فكر معين، المهم مدى اقتناعهم بيها واستعدادهم للتضحية في سبيلها. فزي ما شفنا كان المسلمين عددهم تلت عدد الكفار لكنهم انتصروا. رابع حاجة الاعتماد على الشباب ومنحهم المسؤولية، فجيش قريش كان جميع قادته من كبار السن، عكس جيش المسلمين اللي كان أغلبه من الشباب، وده كان ليه دور في الجانب المعنوي.
وعلق أبو سفيان على النقطة دي بعد معركة غزوة بدر وقال: ضربناهم بأشياخنا وقد ثقلت أبدانهم فضربونا بالشباب. بالإضافة لأهمية التعليم، فزي ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم أسرى المشركين اللي ما كانش معاهم فلوس يفتدوا بيها أنفسهم إن كل واحد منهم يعلم 10 أطفال من المسلمين القراية والكتابة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واعمل لنا فولو ولايك على حسابات الفيس وتويتر. شكراً.